بسم الله. السلام عليكم. ورحمة الله. نروح على الدرس 1-4 خلصناه من 2-1 و2-2. طيب نشوف مين عشان نكون في الصورة يا شباب. 2-1 درس 2-1 هو مقدمة. احنا راح نروح على درس 2-2 على طول. نروح على درس 2-2. 2-1 تعريف النهاية، درس عبارة عن مقدمة. فإحنا بنخش على خلينا نقول على درس 2-2. بدايتك في الوحدة الثانية راح يكون إيش؟ من 2-2. آخر درس داخل معك في مادة المد، أنتوا عندكم موعد اختبارات المد وصلتك على الجروب. آخر درس راح يكون درس 2-3، يعني ظل عندنا إيش؟ درسين. درس 2-2 اليوم إن شاء الله، يعني بجوز نخلصه بجوز لا، يعني لأنه طويل. درس 2-3. السلام ورحمة الله. بس هذا يطلع عليكم في مادة أو بس تسمح تعطيني بس الإذن تسجيل. الله يبارك يعطيك العافية. الله يعافيك. فخلينا نبدأ في موضوع النهايات على طول. أول حاجة بدك تعرفها إنه في نهايات كثير تعويض مباشر. في نهايات إيش مالها؟ تعويض مباشر. هاي النهايات مثل 3x ناقص 2 قوة 5. لاحظ هاي أول نهاية تعويض مباشر، منعوض مكان الإكس بواحد. 3 في 1 ناقص 2 قوة 5. طبعا أول شيء بتعرف شو يعني النهاية أصلا. إكس تقترب من 1، يعني الإكس بتعوض 1 بالأخير، بس هي تقترب اقتراب، قد تقترب من 1 من تحت أو من أعلى. جزء تكون 0.999 أو 1.0001، يعني هي قريبة من 1، بس في الأخير أنت راح تعوض 1. فلما تقول لما إكس تقترب من 1، 3X ناقص 2 قوة 5، يعوض 1. 3 في 1 ناقص 2 الكل قوة 5 بيعطينا كم؟ 3 ناقص 2، هاي بين قوسين احسبها بتطلع 1. قوس 5 بيعطيك 1. نهاية أخرى، ليمت إكس تقترب من 2، 12 على إكس زائد إكس تربيع الكل قوة 3. إيش راح تسوي؟ عوض 2، 12 على 2 زائد 2 أس 2 الكل أس 3. الكل أس 3 ويساوي 12 على 6. لما تحسب هذه 2 زائد 2 تربيع، هذه 4 وهي 2، كله بيطلع 6. 12 على 6 بيطلع ايش؟ 2. وفي أس 3 موجود، 2 أس 3 بعطيك ايش؟ 8. النهاية الثالثة مثلا، لما إكس تقترب من 1، إكس زائد الجذر التربيعي لإكس الكل قوة 4. إكس تقترب من 1 بتعوض 1، تعويض مباشر. هاي النهاية 1 زائد جذر 1 أس 4. طبعا 1 جذر 1، هاي جذر 1 1 وهذه 1 تطلع 2، و2 أس 4 بيعطيك 16، و2 أس 4 بيعطيك إيش؟ 16. وهكذا باقي النهايات اللي نشوف هنا. هذه نهايات السؤال الثاني، find the following limits. هاي نهاية تعويض مباشر أيضا، نهاية x تقترب من 3 جذر تربيع ل 6 زائد 7 x زائد x تربيع، عوض 3، 6 زائد 7 في 3 زائد 3 تربيع بتطلع معك جذر 36، بيطلع الجواب 6. اللي بعدها مثلا limit x تقترب من 2، الجذر الخامس ل 3 x تربيع ناقص 2 x، عوض إكس باثنين ماشي الحال. 3 في 2 تربيع ناقص 2 باثنين الجذر الخامس، بطلع الجذر الخامس للثمانية مثلا. هذه نهاية كمان تعويض مباشر، لما إكس تقترب من سالب 3 الجذر التربيعي
لا إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 1 على 8 زائد 2 إكس، إكس تقترب من سالب 3 بتعوض السالب 3، سالب 3 تربيع زائد 2 في سالب 3 زائد 1 تقسيم 8 على 2 زائد 8 زائد 2 في سالب 3، تعويض مباشر حسابات بالآلة الحاسبة أو يدويا بعض الحسابات سهلة، بيطلع جذر 4 على 2 اللي هي جذر 2. هذه النهاية كلها تعويض مباشر، كلها بدون استثناء إيش؟ تعويض مباشر. بس مش كل النهايات في الدرس زي هيك، يعني مش كل النهايات، في نهايات راح يطلع فيها صفر على صفر وتحتاج مهارات وتحتاج أشياء تتعلمها. فمثلا هون برضو تعويض مباشر، هذا السؤال الثالث نفس الشيء، تعويض مباشر عوض اثنين بيطلع معك جواب رقم اثنين في اثنين أس أربعة ناقص خمسة في اثنين أس اثنين زائد واحد بيطلع الجواب 13. هذه برضو نفس الشيء اللي هي نهاية إكس تقترب من سالب واحد، نهاية الدالة عوض السالب واحد، سالب واحد تكعيب زائد أربعة في سالب واحد تربيع ناقص ثلاث على سالب واحد تربيع زائد خمسة، وبيطلع معك الجواب لما تعوض سالب واحد زائد أربعة في واحد ناقص ثلاث على واحد زائد خمسة، بيطلع الجواب معك صفر، بيطلع صفر على ستة بيطلع صفر. هذا الجزء الأول من الدرس هو نهايات إيش؟ كلها تعويض، بس بتعوض مكان قيمة إكس. طيب يا شباب خليكم معي ثواني بستأذنكم بس هيك لحظات وبرجع معكم، بس دقيقة.
طيب عندكم معي تفضل كل السماعي صح؟ ايه معك دكتور معك تمام معك هذه النهايات اللي اخذناها يا شباب كلها تعويض مباشر كلها تعويض مباشر ماشي الحال الان ننتقل على جزء ثاني من النهايات راح يكون التعويض فيه صفر على صفر التعويض راح يكون ايش؟ صفر على صفر وهي قيمة غير معينة هاي الصفر على صفر قيمة غير معينة لذلك راح نلجأ إلى طرق أخرى نلجأ إلى طرق أخرى مثل تحليل واختصار ضرب مرافق إلى آخره لازم يكون عندك بعض المهارات من ضمن هاي المهارات مثلا فرق المربعين A تربيع ناقص B تربيع لازم تعرف أنه عبارة عن A ناقص B في A زائد B مثلا X تربيع ناقص 4 هو عبارة فك الفرق المربعين هذا مربع ليش سموه فرق مربعين؟ عند الإكس مربع والأربعة عبارة عن اثنين تربيع أي رقم بقدر أكتبه على شكل مربع يعني عادي ما في مشكلة فهي عبارة عن الإكس تربيع راح تصير تتوزع إكس في إكس والأربعة اثنين في اثنين واحد سالب وواحد موجب فإكس ناقص اثنين في إكس زائد اثنين هذا فرق المربعين في عندك أيضا فرق المكعبين A تكعيب ناقص B تكعيب هذا فرق المكعبين قانونه كالتالي الأول ناقص الثاني A ناقص B في مربع الأول زائد الأول في الثاني A في B زائد مربع الثاني اللي هو B تربيع مثلا X تكعيب ناقص 27 هي عبارة طبعا X مكعب وال27 هو تكعيب الثلاثة فراح تأخذ الأول ناقص الثاني الأول X من هذه ناقص الثاني من هذه شو بيكون اللي هو الثلاث أول جذر التكعيب إلى 27 اللي هو بعطيك ثلاثة فإكس ناقص 3 في مربع الأول ربع الإكس يعني إكس تربيع زائد الأول في الثاني يعني أضرب الثلاث بالإكس 3 إكس زائد مربع الثاني ربع الثلاث شو بعطيك 9 بعطيك 9 طب مجموع مكعبين شو بختلف عنه نفس الإشي بس إيش الإشارات هاي بتغير بيصير هون موجب وهنا إيش سالب يعني A تكعيب زائد B تكعيب راح أسوي A زائد B في مربع الأول ناقص عكس هاي عكس هاي دائما هذه عكس هاي دائما
اللي بالنص هون في القوس الثاني عكس الإشارة في القوس الأول. ماينس هي A سكوير مربع الأول ماينس إيش A في B الأول في الثاني زائد مربع الثاني B سكوير. فمثلا نفس هاي المسألة لو كانت X تكعيب زائد 27، ال 27 هو إيش 3 أس 3 مكعبات يعني. فبتأخذ أنت القوس الأول اللي هو X الأول بدون تكعيب والثاني بدون تكعيب له ثلاثة راح يكون أول جذر التكعيب إلى 27 X زائد 3 في مربع الأول يعني X تربيع عكس الإشارة هاي بحط سالب الأول في الثاني أضرب الثلاثة بالX زائد مربع الثلاثة 9 مربع الثلاثة إيش 9 تربع الثلاثة بس. هذا باختصار شديد. الآن مثال إضافي راح تلاقي هون مثلا يعني هذا بالعربي أنا كتبته هون الفرق مكعبين الأول تكعيب ناقص الثاني تكعيب راح يعطيك نفس القانون بس بالعربي الأول ناقص الثاني في الأول تربيع زائد الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. إذا كان هاي الإشارة موجب تكون هاي موجب هاي بتكون إيش سالب. وهذا مثال إضافي X تكعيب ناقص 125 اللي هو X تكعيب ناقص 5 قوة 3 نفسه 125 فبتحللها X ناقص 5 الأول ناقص الثاني في مربع الأول زائد الأول في الثاني 5 في X زائد مربع الخمسة 25. نيجي على التحليل. التحليل لازم أيضا تكون على دراية في تحليل المعادلة التربيعية. مثال X تربيع ناقص X ناقص 6 هاي معادلة تربيعية كاملة بدي أحللها مش فرق مربعينها. انتبه فيها X وفيها X تربيع وفيها رقم ثلاث حدود يعني فيها ما بقول عنها فرق مربعين هاي. طيب هذه بشوف عددين زي ما تعلمتوا سابقا في المدرسة بشوف عددين حاصل ضربهم سالب 6 الحد المطلق الرقم ومجموعهم معامل X الحد الأوسط معامل X اللي هو هون سالب 1 طبعا هاي الواحد حطيته هيك أنا بس هو لما يقول لك سالب X يعني سالب 1 X نفسه فبدو يكون المجموع سالب 1 الضرب سالب 6 سالب 6 ممكن 2 في سالب 3 أو سالب 2 في 3 أو 6 في سالب 1 أو سالب 6 في 1 في احتمالات كثير بدك تأخذ اللي مجموعهم سالب 1 اللي مجموعهم سالب 1 اللي هم 2 وسالب 3 مجموعهم سالب 1 2 وسالب 3 مجموعهم سالب 1 فبكون التحليل X زائد 2 في X إيش ناقص 3. مسألة أخرى مثلا برضو بالتحليل X تربيع ناقص 5 X ناقص 24 طبعا هذا كله بعطيك إياه مراجعة يعني تمهيد للي بعد يعني مش هيك السؤال راح يجيك في الاختبار لا هو إشي مراجعة بلزمك للي جاي. عددين حاصل ضربهم سالب 24 ومجموعهم سالب 5 راح تلاقيهم إيش سالب 8 موجب 3 إذا جمعتهم بعطوك الحد الأوسط سالب 5 وإذا ضربناهم شو بعطوك سالب 24 فالتحليل بكون X ماينس 8 في X بلس 3. أحيانا ما بكون تحليل يعني بالشكل هذا بكون إخراج عامل مشترك يعني ممكن تحل الأمور بإخراج عامل مشترك زي هون X تربيع ناقص 3X الأمر سريع جدا لاحظت أنه حدين بس وفيه مشترك X هون X تربيع وهي X بقدر أخرج الX برا بضل جوا عندك من الX تربيع بضل X من الثلاث X بتطير الX مطارة برا بضل 3 فX في X ناقص 3 مثل هذه X تكعيب ناقص X تربيع يعني حدين وفيه مشترك واضح شو الX بس X قوة كم 2 الأس الأصغر خذوا برا X قوة 2 شو بضل طيرنا الإكس تربيع من الإكس تكعيب بضل إكس ناقص وهي طيرناها كاملة بضل محلها واحد فإكس تربيع في إكس ناقص واحد هذا إخراج عامل مشترك سريع. هاي المهارات لازم تتقنها صراحة يعني أنا شرحتها في عجالة وحطت لك القوانين هي مطلوبة منك يعني. خلنا نأخذ مثال 6 ونشوف. مثال 6 find the following limit if exist هون بالتعويض 0 على 0 لو عوضت تأكد عوض الـ x بـ 1 1 تربيع ناقص 1 0 1 ناقص 1 برضو 0 0 على 0 طبعا هاي مسألة إيش بلزمها تعمل خطوات أخرى إذا طلعت معك المسألة 0 على 0 معناته هذا إيش مش نهاية الحل هون بدك تعمل خطوات أخرى اللي هي يا إما
إخراج عامل مشترك، اختصار، في اختصار لازم يصير معك، اختصار لازم فيه تحليل، صح ولا لا؟ فالحل هون بدي أعمل خطوات أخرى. الخطوة اللي بدي أعملها هون يا إخوان شيء إخراج عامل مشترك. لاحظ بالنسبة للX تربيع ماينس X، في X مشترك، في X مشتركة هون، بتطلعها برا بيضل X ماينس 1، بيضل X ماينس 1. كيف؟ طلعت الX المشترك بيناتهم، الX تربيع قسمها على الX بعطيك X، ناقص الX قسمها على المشترك اللي برا، X على X بيضل 1، X على X بيضل 1، هون X تربيع على X بيضل X، فX في X ناقص 1 على X ناقص 1. الآن في لاحظ بين البسط مقام في إشي مشترك، بقدر أختصره، هاي الـ X ناقص 1 مع الـ X ناقص 1 اختصار، بقدر أقول هذه مع هذه خلاص راحت. إيش ضل عندي؟ بس الـ X اللي بيضل عندك شو بتسوي؟ بتعوض فيه خلاص بعد الاختصار، إيش عوض على طول. طبعا هذه الـ X بواحد خلاص، من الـ X تقترب من واحد بتعوض واحد. طب هذا وين راح؟ هذا واحدات اختصر خلاص، عوض، ما ضلش غير الاكس، عوض فيها وخلاص انتهينا. مسألة أخرى، في حد عنده سؤال قبل ما ننتقل للمسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى اللي هي ليمت اكس تقترب من سالب 3، اكس تربيع زاد 2، اكس ناقص 3 على اكس تكعيب زاد 27 بالتعويض 0 على 0. جرب عوض وتأكد راح تطلع 0 على 0، فتضطر تستخدم طرق أخرى. شو الطرق الأخرى؟ مهاراتك في التحليل والاختصار. فهذه راح تساوي نهاية، وهي X تقترب من سالب 3 كسر، هاي المعادلة اللي فوق شايفينها تربيعية، فيها حد أوسط ومطلق يعني ثلاث حدود، بشوف عددين حاصل ضربهم سالب 3 ومجموعهم كم، موجب 2 الحد الأوسط. بس ثلاثة. أيوة سالب واحد أحسد وموجب ثلاثة، صح مزبوط. بالنسبة للإكس تكعيب زائد 27، هذا فرق مجموع مكعبين، الأول إكس والثاني إيش؟ الجذر تكعيب لل 27 ثلاثة، صح. بعدين القانون شو بقول؟ مربع الأول القوس الثاني، مربع الأول يعني إكس تربيع الزائد هون شو بصير؟ ناقص الأول في الثاني يعني ثلاثة في الإكس زائد مربع الثلاثة تسعة مربع الثاني. الآن في اختصار واضح أمامي اللي هو إكس زائد ثلاث مع إكس زائد ثلاث، هذه شو اختصار. بعد الاختصار شو بتعمل؟ تعويض، عوض مكان الإكس بسالب ثلاث، فعندك سالب ثلاث سالب واحد مكان الإكس سالب ثلاث سالب أربعة، وعندي سالب واحد على عوض هون سالب تحت ما فيش غير هو إكس تربيع، هاي سالب ثلاثة تربيع وناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة وزائد تسعة. أحسب تطلع سالب أربعة على، احسب هاي القيمة تطلع 27، بكون هذا الجواب النهائي. نهاية أخرى أيضا بنفس الطريقة، شوف لمت X تربيع ناقص 4 على X تكعيب ناقص 8، X تقترب من 2، عوض 2 تربيع 4 ناقص 4 صفر، 2 تكعيب 8 ناقص 8 برضو صفر على صفر. يعني لازم طرق أخرى، لازم تستخدم مهاراتك. فهذه تساوي نهاية X تقترب من 2. بدي أشوف اللي فوق هذه يا أخوان، واضحة فرق مربعين ولا شو رأيكم؟ X تربيع ناقص 4 فرق مربعين، هاي X ناقص 2 في X زائد 2، اللي تحت فرق مكعبين، الأول X والثاني شو بده يكون؟ الجذر التكعيبي للثماني اللي هو 2، هذا الأول ناقص الثاني،
في حسب القاعدة مربع الأول يعني X تربيع الناقص الفرق هذا راح يصير هون جمع جمع يعني هون زائد الأول في الثاني اثنين في X ومربع الثاني مربع الاثنين كم أربعة بس راح يصير معك إيش اختصار لاحظ إجباري بده يصير معك اختصار إذا ما صارش معك اختصار بكون أنت حلك غلط تراجع حلك بعد الاختصار تعويض على طول هنا إيش عوض اثنين مكان الإكس باثنين اثنين زاد اثنين على اثنين تربيع زاد اثنين في اثنين زاد أربعة ويساوي أربعة على اثناش على اثناش اللي هي ثلث إذا حبيت تبسطها بالآلة الحاسبة طلع كيها الصورة الكسرية المبسطة تطلع ثلث ما عندك أي مشكلة طيب شوف السؤال اللي بعده اللي هو نهاية واحد على H ناقص اثنين على H ناقص نص H تقترب من نص طبعاً بالتعويض تأكد راح تطلع صفر على صفر واحد على النص بيها اثنين ترى واحد تقسيم نص بيطلع اثنين ناقص اثنين زيرو وهي نص ناقص نص زيرو فواضح انه زيرو على زيرو يعني مضطر انك تعمل مهاراتك هنا في هذا السؤال ايضا اللي راح تعمله ما دام في كسر واحد على الاتش حط هاي على الواحد واعمل كروس بس وشوف شو بصير معك نشوف شو بصير معنا هذه اصبحت تساوي ليمت واي الاتش تقترب من نص كسر الان اضرب بدك تحط كسر فوق منتي وحدة مقامات يعني هاي فوق فيه كسر كمان كسر هذا شو توحيد المقامات اللي بتعمله هذا واحد في واحد بعطيك واحد واحد في الواحد تعطيك واحد ناقص اثنين في الاتش كروس الثاني على ايش طيب على اتش ضرب واحد على مقامين في بعض كمان اتش ضرب واحد بعطيك ايش اتش وتحت شو عندي على حاله اتش ماينس نص طيب شو بدي اعمل الان اللي بدي اعمله كالتالي بدي انزل الاتش المقام بنزل مع المقام المقام يا شباب هذا المقام اللي فوق بنزل مع المقام تحت دائما هذه النقطة لازم تعرفها المقام بنزل مع المقام عادي ما في مشكلة نمسح أو ننزل هاي تحت شوي عشان المساحة ونشوف شو يصير الآن هاي كلها بدنا نزلها تحت احسن والله عشان تكون على صفحة واحدة ونحلها كاملة ايوه هيك احسن هذا بنزل تحت كمان مسألتنا في رأس الصفحة أحسن طيب الآن بعد ما وحدنا مقامات قلنا لك ننزل المقام مع المقام فهي تصبح إيش كمل هون تساوي نهاية هاي الأتش تقترب من النص هاي واحد ماينس تو أتش والمقام H نزل تحت H مع ال H ماينس نص لاحظ الملاحظة التالية
ما بين معي اختصار، أنا ما بين معي اختصار واضح، بس هو ترى فيه إجباري، لازم فيه إجباري، لازم فيه اختصار. الاختصار أكيد راح يكون بين ال h minus نص والواحد minus two h. الواحد minus two h يا شباب، هاي الفرق بينها وبين ال h minus نص، إنه هون ال h معاملها سالب اثنين، وهون ال h شو معاملها؟ واحد. اللي بين قوسين هاي ال h هون واحد، وهون إيش معاملها؟ سالب اثنين. هو بتلاقي بيناتهم فرق رقم بس، إنه يعني لو خرجت السالب اثنين برا راح تطلع h ناقص نص اللي فوق. فلاحظ هاي الواحد ماينس h، لو طلعت السالب اثنين برا شو راح يصير؟ افتح قوس، راح يصير طبعا اللي انت بتخرجه مشترك دائما تقسم عليه في الداخل، هيك النظام. فانت اخذت سالب اثنين برا اللي هي معامل h هذا، فبصير واحد، هاي الاولى واحد تقسيم سالب اثنين، واللي بعدها سالب اثنين h على كمان سالب اثنين تقسمها. طبعا هذه سالب اثنين على سالب اثنين بتروح، بيظل ال h موجب، ها موجب h، واحد على سالب اثنين اللي هي سالب نص نفسها، فهي سالب اثنين في ناقص نص زائد h، يعني سالب اثنين في h ناقص نص. حط ال h بالاول ما بتفرقش، لانه هي موجب h وهي سالب نص عحالها، فهي نفسها h ناقص نص، بس بدها سالب اثنين برا تخرجها بس. يعني هاي توضيح حبيت اوضح لك بس هاي النقطه، وهي النقطة اللي وضحناها عشان فوق نشتغل فيها، وأقول لك إنه هذه هي عبارة عن إيش؟ نهاية h تقترب من النص، وهذا الاختصار راح يبين معي إنه هاي سالب اثنين خرجناها برا، هاي راح تصفي معي h ماينس نص، وهذه h في h ماينس نص. والآن اختصار هذه مع هذه، اختصار بعد الاختصار بتعوض سالب اثنين على h، ال h تعوضها بنص، ما ظلش غير h تحت وفوق سالب اثنين، فال h بنص، سالب اثنين على نص بيطلع سالب أربعة، الجواب بطلع الجواب سالب أربعة بس. هذا كل ما في الأمر، من هاي التوضيح للي صار. نعم، عندي سؤال في نقطة ضرب المقص. أيوة، ليش ضربت المقام في واحد؟ المقام في واحد، المقام في المقام. أنت لما تعمل مقص يعني بقول A على B سواء زائد أو ناقص C على D، شو بتعمل أنت بالضبط؟ تعمل المقص اللي هو A في D صح؟ وإذا موجب موجب، وإذا سالب سالب، B في C أو C في B صح؟ على ضرب المقامين في بعض كمان، مش بس المقصات، B في D شيك؟ طيب هون شو صار؟ هاي ال H في واحد، هون اثنين على اثنين على واحد، هاي الاثنين شو؟ اثنين على واحد. لما ضربت المقص آخر شيء المقامين في بعض، ال H في الواحد بعطيك H ولا؟ صح، بس أول مرة أشوف بي تنضرب المقامات مع المقص، أتذكر كلها تصير بسط. هي مش أول مرة، أنت نسيت. أوه صح، اللي هي ده هي المقام. أيوة، الآن أنت بجوز قصدك إنه المقام ما نضربش في المقام إذا كنت بتعمل معادلة مش جمع وطرح. يعني مثلا لو كان عندي A على B يساوي C على D يساوي، مش جمع وطرح. هون ما فيش ضرب مقامات، هون انت بتعمل كروس بس. صح، يقول له يعطينا ال A في D يساوي B في C مثلا بدون. طيب لو... هون ما في، بس انا بالجمع وطرح توحيد مقامات، مش الكروس لحاله، المقام في المقام ايضا تحت. صحيح. طيب في الضرب القسمة القسمة ما يحتاج توحيد مقام؟ لا لا، يعني مثلا هسه انت لو تضرب A على B في C على D، المقام البسط في البسط والمقام في المقام، ما في توحيد مقامات، بس هيك A في C، البسط في البسط، كل واحد بقبال الثاني وضرب هنا وخلص. يعطيك العافية. الله يعافيك، كنت ناسيها هذه الأشياء. لا تستي مهمة. نعم،
بالسطر الثاني اللي هو H ناقص نص. أيوة. ما يمدينا يعني نسوي زي اللي بالبسط فوق، يعني نقول H ضرب واحد على لا H ضرب اثنين ناقص واحد ضرب واحد، من نحط للمقام اثنين ضرب واحد. إيه أنا خلنا نريحك من الشغلة، أنت بتقول بشكل عام يعني واحد ناقص رقم نسميه A في X، بقدر أخرج السالب A برا يصير X ناقص واحد لل A نفس السالب، بنسى واحد ناقص اثنين H، خرج السالب اثنين برا يصير H واحدة بدون سالب اثنين، والواحد اقسمها على اثنين وحط إشارة السالب بس هيك يعني. أنت هيك حاول أفهمها هيك يعني إذا صعب عليك. والأتش ناقص نص اختصر مع الأتش ناقص نص تحت وخلاص، عرفت؟ بس كويس. خبرك عامل مشترك بسيط يعني مش صعب. شوف الآن لو بشكل عام يعني لو قال لك واحد بشكل عام ب ناقص a في x هيك، خرج السالب a، بدي انا بدي اخلي الاكس معاملها واحد، يعني اخرج معامل x اللي هو سالب a مثلا، شو راح يصير؟ طيب راح يصير x موجود ناقص ناقص مش واحد b، هون b تقسيم ال a، يعني مثلا 2 ناقص 3 x هي نفسها ايش؟ سالب 3 معامل x طلعوا براها، معامل x بدي طلعها، والاكس خليها واحد معاملها، اكس ناقص الاثنين هاي تقسيم ثلاثة على ثلاثة. هيك مثلا يعني انا بحاول اخلي لك نمط انك تعملها سريع يعني سالب. الامور بسيطة يعني لو عندك نهاية، تصور لو عندك نهاية اكس تقترب من 3 على 4 x ناقص 3 على 4، وهون 4 ناقص 3 x 4 ناقص أو 3 ناقص 4 x هي لازم 3 ناقص 4 x مثلا 3 راح تلاقي انه هاي طبعا صفر على صفر بتطلع، لو عوضتها بصفر راح تلاقي لو خرجت السالب 4 مشترك تاع مع الاكس، هذا مع الاكس شو بصفي هون؟ اكس ناقص كم؟ الثلاثة تقسيم الأربعة اللي خرجتها على اكس ناقص 3 4، وهي اختصر مع هاي بضل الجواب شو؟ بس سالب 4 مثلا. ايش توضيح للعمليه هاي السريع؟ خربي نعم. هي لا تكون دائما سالب ولا ما يحتاج؟ ايش سالب؟ لا يعني انت اشتغل على القاعده، مش قاعده هاي، انا بقول لك استنتاج يعني او نمط معين تمشي فيه، يعني نفس النمط الباطكي. خليك الان ليمت، نيجي على سؤال ثاني. لما H تقترب من صفر، ثلاثة زاد H قوة اثنين ناقص تسعة على ال H، وال H تقترب من زيرو، ال H تقترب من زيرو، ال H تقترب من صفر، عوض بيطلع زيرو على زيرو، عوض بطلع زيرو على زيرو، ثلاثة زائد زيرو قوة اثنين ناقص تسعة، بطلع ثلاث قوة اثنين اللي هو تسعة ناقص تسعة صفر
على صفر، صفر على صفر، ما أنت بدك تستخدم مهارات أخرى. هون يا شباب لاحظ عندي فرق مربعين، أنا هاي الثلاث زاد H مربع ناقص 9 برضو هاي 9 مربع، بقدر أستخدم فرق المربعين. فرق المربعين مو شرط X تربيع، أي إشي بين قوسين تربيع هو هذا مربع، ناقص رقم يعني إشي مربع ناقص رقم هذا فرق مربعين، إشي مربع بغض النظر هو X، هو X زائد 3 بين قوسين عليه التربيع نفس الموضوع. فلما تيجي تعمل فرق مربعين نفس المبدأ هون، هاي عبارة عن إيش؟ 3 زائد H تربيع، راح تتوزع 3 زائد H في 3 زائد H، مضبوط؟ زي ما كنت توزع الـ X تربيع X في X، 3 زائد H أس 2 راح تتوزع 3 زائد H في 3 زائد H، والماينس 9 واحد مرة سالب 3 ومرة موجب 3، بس على نفس المبدأ فرق المربعين على الأتش. الآن شو في أشياء ممكن أختصرها، لاحظ هنا سالب 3 مع موجب 3 راحت صفت موجب H بس، فهذه أصبحت بهذا الشكل نهاية H تقترب من صفر، عندي هون بس H القوس الأول ما فيش غير H. القوس الثاني شو صار؟ H زائد 6، 3 و 3 كم بطلع عن؟ موجب 3 وموجب 3 موجب 6 على الـ H. اختصر الـ H مع الـ H يظل H زائد 6. شو الـ H زائد 6؟ عوض الزيرو مكان الـ H، زيرو زائد 6 بطلع الجواب 6، هذا الجواب النهائي. خليكم معي شباب لحظة، it's me, Barbie. طيب نشوف الآن الفكرة الثانية. الفكرة الثانية شباب اللي هي إيش؟ نهايات فيها جذر تربيعي، نهايات فيها جذر تربيعي برضو صفر على صفر. إحنا الآن شغل ده في النهايات راح يقلب صفر على صفر كله، خلصنا من التعويض اللي خلناه في البداية، الآن راح نأخذ نهايات اللي تعويضها زيرو على زيرو نكمل عليها يعني. بس فكرة ثانية إنه هون كنا بالأول إيش فرق مربعين فرق مكعبين، الآن إذا طلع معي في النهاية كانت صفر على صفر وكان فيها جذر شو أسوي؟ إذا كان فيها جذور زي هذا السؤال شو أسوي؟ في عندك إشي اسمه ضرب المرافق، في عندك شيء اسمه إيش ضرب المرافق. كيف ضرب المرافق؟ بالنسبة للفرع الأول هذا لما تي تقترب من صفر جذر تي تربيع زائد 9 ناقص 3 على تي، والتي تقترب من صفر بدي أحسبها. الآن لما تعوض الصفر، صفر تربيع زائد 9 بعطيك جذر 9، جذر 9 ناقص 3، 3 ناقص 3 بعطيك 0 على 0 بعطيك 0 على 0. فتلجأ لطرق أخرى، إذا كان عندك جذر تربيع شو بتعمل؟ بضرب بالمرافق. شو المرافق تعريفه؟ إذا عندي A ناقص B مرافقة شو راح يكون؟ A زائد B راح يعطينا النتيجة النهائية مربع الأول ناقص مربع الثاني، مربع الأول ناقص مربع الثاني. يعني مثلا
نساك من هاي مثلاً بنمسحها. لو عندي جذر 2x زائد 1 ناقص 5 إيش راح يكون مرافقه؟ جذر 2x زائد 1 نفس الحدود، الخمسة خمسة والجذر نفس الجذر، بس السالب هذا بيناتهم شو بيصير؟ موجب. لما أجي أحسبه إيش كيف بحسبه يا أخوان؟ الجذر مع الجذر بطير بتربع، لأنه الجذر لما أضربه في الجذر يا أخوان بيصير تربيع جذر، وبالتالي راح يطير. يعني هذا الجذر لما أضربه في الجذر هذا بيطير لما بعضه بأخذه لي تحته زي ما هو 2x زائد 1 ناقص الخمسة في الخمسة 25 أضرب ضرب عادي رقم في الرقم بطلع 2x زائد 1 ناقص 25، يعني 2x ناقص إذا بدي أجمع الأرقام 2x 1 وسالب 25 سالب 24. هذا بس مثال توضيحي. الآن هذا السؤال، التعويض طلع 0 على 0 وفي جذر، بدأ أضرب المرافق، إيش المرافق؟ زي ما تعلمنا هاي جذر تي تربيع زائد 9 ناقص 3، شو مرافقها؟ نفسه بس بدأ السالب هذا إيش؟ موجب. فمرافقة راح يكون جذر تي تربيع زائد 9 زائد 3، بضرب فيه فوق وتحت، فوق وتحت بضرب، فوق وتحت، هذا بالنسبة للمرافق. نفس اللي ضربت فيه فوق بضرب فيه تحت. الآن عملية الضرب زي ما قلنا لكم، الجذر في الجذر هذا بروح لأنه بتربع، لما يتربع بيطير الجذر، فجذر في جذر، جذر تربيع راح يروح وباخذ اللي تحته زي ما هو، تي تربيع زائد 9 بحط تي تربيع زائد 9 ناقص ناقص 3 في 3 راح يعطيني ناقص 9، الرقم في الرقم عادي، على بس خليكم معي شوي وانا امسحها، على ايش؟ على التي ضرب المرافق اللي ظل، جذر تي تربيع زائد 9 زائد 3، المرافق اللي ضرب فيه تحت بضل موجود بين قوسين وفي تي طبعا. الان اللي راح يصير في اختصار راح يصير معي، طبعا انتبهوا هاي تي تربيع، ترى مش تي، هاي تي اس 2 اللي هي تحت الجذر نفسها تي تربيع، وعندي موجب 9 مع سالب 9 راح يطير مع بعض، يعني هذا موجب 9 وسالب 9 كده راح يصير صفر ويروح مع بعض. فصفت معك تي تربيع على، بس تي تربيع على التي في جذر تي تربيع زائد 9 زائد 3، المرافق الثاني هذا اللي ضربت فيه. الآن في اختصار بين تي تربيع وتي، نعم في اختصار، التي أس 2 راح يصير أس 1 والتي هاي بتنشطب صح ولا لا؟ فبصفي فوق تي صار لمت تي تقترب من صفر، تي على هذه لحالها جذر تي تربيع زائد 9 زائد 3. عوض الآن خلص بعد الاختصار مباشرة، عوض مكان التي شو زيرو مثلا، تي تقترب من زيرو بعوض زيرو، زيرو على الجذر التربيع إلى زيرو تربيع زائد 9 زائد 3، زيرو على الجذر التربيع إلى زيرو زائد 9 زائد 3، زيرو على 6 بطلع زيرو، بطلع زيرو جذر 9 3 زائد 3 6، زيرو على 6 شو بطلع؟ زيرو، زيرو على إعداد إيش يسوي؟ زيرو. هذا يعني هذا التوضيح كمان. نعم تفضل. في المسألة فوق كانت كانت سالب 3، كيف صارت سالب 9؟ المسألة اللي فوق كانت سالب 3 كيف صارت سالب 9؟ ما احنا ضربنا في المرافق، شو المرافق ترى هاي ضربنا فيه، ضربنا المرافق، هاي خطوة انت بتعملها من عندك، انا هاي خطوة بحلك ان تضرب، تضرب هذا بالمرافق، الجذر مرافق وشو مرافق ونفس الحدود، بس السالب هذا شو بصير؟ موجب جذر تي تربيع زائد 9 زائد 3. لما ضربنا فوق وتحت بضرب، طب لما ضربنا الجذر في الجذر طار، قلنا لكم لانه بتربع بروح الجذر فبظل اللي تحته اللي هو تي تربيع زائد 9 ناقص 3 في 3 ناقص 9، اضرب 3 في 3 9 بس. راح ناخذ مثال ثاني ونشوف، راح ناخذ مثال اخر ونشوف كيف الامور. خلنا ناخذ المثال هذا ونعمل نحل حلنا احنا.
هاي النهاية الشباب زي ما انتم شايفين. بس خليكم معي لأن الشاشة بتعلق مرات. فرع بي ليمت اكس ليمت اكس تقدر من 2 ل اكس ناقص 2 على 4 ناقص الجذر التربيعي ل اكس تربيع زائد 12 0 على 0 تعويضها عوض ال 2 2 ناقص 2 0 فوق تحت 4 ناقص الجذر التربيعي ل 2 تربيع ناقص زائد 12 اللي هي 4 زائد 12 جذر 16 4 وفي عندي 4 ناقص 4 راح يصير ايش 0 0 على 0 معناته لازم طرق اخرى مجرد ما تشوف الجذر التربيعي شو بتعمل ضرب مرافق على طول بروح بعمل ضرب مرافق الحل بقول هاي تساوي الليمت هاي اكس تقترب من 2 كسر اكس ناقص 2 على 4 ناقص الجذر التربيعي ده اكس تربيع زائد 12 ايش المرافق تاع الجذر اللي تحت نغير الإشارة من السالب للموجب صح؟ أيوة 4 زائد بدل 4 ناقص شو 4 زائد الجذر التربيعي لأكس التربيع زائد 12 وفوق نفس الإشي هاي أول خطوة ضرب مرافق شو عملت هون؟ ضرب مرافق طيب شو بيصير بعد ضرب المرافق؟ راح يصير أشياء كثيرة هاي أصبحت ليت إكس تقترب من 2 كسر اللي فوق ما فيش إشي أضرب يعني إكس ناقص 2 يعني مش راح تنضرب في المرافق لأنه مش زي بعض المرافق هذا لحاله راح يصير فيه 4 زائد الجذر التربيعي إكس تربيع زائد 12 تحت اللي راح يصير معك بضرب 4 في 4 يا أخوان كم 16 12 ولا 16 تمام شو حيكون بوسون كان في طيب هاي 16 ناقص ليش ناقص لانه سالب في موجب دائما ناقص هو مش راح يكون موجب بيناتهم دائما ناقص فرق لما اضرب شيء في مرافق ودائما ناقص الاشاره بينهم الجذر في الجذر قلنا لكم بتربع وباخذه لتحته يعني راح يروح مع التربيع لما لا اضرب جذرين في بعض راح يظل معك ايش اكس تربيع زائد 12 هكذا صحيح ولا في خطا في خطا شو الخطا يا اخوان انا السالب هذا اخذته للاكس تربيع لحاله ونسيت الموجب 12 معناته لازم اي اشاره سالب يا اخوان بعديها قوس لانه السالب هذا راح يجي للكل اللي بعده للاكس تربيع زائد 12 مع بعض لما دخل السالب بيصير سالب اكس تربيع سالب 12 فممكن واحد ينسى تحط قواس ويخلي سالب اكس تربيع وتظل هذيك موجب 12 السالب لهم اثنين مش للاكس تربيع لحاله ها هاي نقطه ممكن تخطئوا فيها فالان بتكمل هاي ليمت اكس تقدر من 2 اكس ماينس 2 في 4 زائد الجذر التربيعي الى اكس تربيع زائد 12 حلو الكلام لان هي 16 وفي سالب دخله على القوس 16 ناقص اكس تربيع وناقص كمان 12 الآن في عندك نزل هاي تحت سوي مسافة الآن في عندك يا شباب أشياء ممكن كمان أنت تضبطها هون يعني مثلا هاي 16 حالة للمقام والسالب 12 أرقام ما بصير تخليهم رقمين لازم تجمعهم أرقام لازم تجمعها يا شباب 16 وسالب 12 شو بتعطيك هاي 4 صح؟ فلازم أقول قبل ما أسوي أي شيء أجمع الأرقام هاي ليمت و X تقترب من 2 X-2 في 4
بلس الجذر التربيعي x تربيع زائد 12 تحت عندي هذا صفة 16 وسالب 12 وصفين 4 ناقص x تربيع موجودة هاي. طب الآن شو بدي أعمل أنا؟ مش مبين مع اختصار. أيوة حلل 4 ناقص x تربيع هاي شو فرق مربعين. فرق مربعين. اثنين x ناقص 2 لسه يا اخوان مش بالضبط هيك. هاي x ناقص 2 مزبوط كلامك ولكن في حاجة انه انت اهملتها او نسيتها. هسه راح نشوفها. هاي يا اخوان عبارة عن سالب ال x تربيع ناقص 4 صح ولا لا؟ صح ايوه لانه مش زي لانه بالعكس جاي هذيك اللي قلت عنها x ناقص 2 في x زائد 2 x تربيع ناقص 4 طب اذا عكست صارت 4 ناقص x تربيع بحط ايش بصير تعمل الحركه التالية سالب وقوس x تربيع ناقص 4 طيب الـ 4 مو ايوه الـ 4 لا انت خرجت سالب شوف يعني انت عندك خيارين يعني ممكن تخرج سالب وتصير اكس تربيع ناقص 4 تعكس نحط الاكس تربيع مكان ال4 وال4 مكان الاكس تربيع بيصير اكس تربيع ناقص 4 بس بحط اشاره سالب برا يعني باختصار الاي ناقص بي تساوي سالب البي ناقص الاي الـ A ناقص الـ B هي سالب الـ B ناقص الـ A. طيب في عندك خيار ثاني في عندك يعني لاحظ هون أنا ممكن أخليها حالها 4 ناقص X تربيع عادي وأحلل أقول الـ 4 2 في 2 مين بالأول جاي والـ X تربيع X في الـ X 1 اللي سالب 1 يموجب no problem ما في مشكلة لا مشكلة في ذلك أبدا لكن اللي فوق x ناقص 2 واللي تحت 2 ناقص x هني زي بعض بس فرق الإشارة بينهم يعني بقدر أقول نعكس من غير إشارات يعني هاي مين نفسها سالب اللي 2 ناقص x مزبوط هاي نفسها سالب بس عكس 2 ناقص x في 4 زائد الجذر التربيعي عشان يصير زي تحت بس يعني التوضيح مش اكثر وهاي 2 ناقص اكس راح يتم اختصارها هاي 2 زائد اكس على حالها الان صار الاختصار اوضح وبينت الاشارات هذه مع هذه راحت مزبوط وعوض بعد الاختصار يا اخوان شو التعويض لان هون في عندي اشاره سالب لا تنساهاش سالب ظلت هون سالب واحد في ترى هي الاشاره سالب يعني سالب واحد ضرب عوض 4 زائد جذر 16 بيطلع 4 يا اخوان لو متعوض 2 تربيع 4 زائد 12 جذر 16 اللي هو 4 كمان على تحت 2 مكان الاكس في 2 زائد 2 احسب هاي القيمه بالآلة الحاسبة او يدويا هي سهله حتى سالب 4 زائد 4 سالب 8 4 و 4 8 في سالب سالب 8 على 4 بيطلع الجواب كم سالب 2 بيطلع الجواب سالب 2 نيجي على مسألة أخرى ليمت H تقترب من صفر H تربيع على الجذر التربيعي لـ H تربيع زائد H زائد 3 ناقص الجذر التربيعي لـ H زائد 3 صفر على صفر عوض هي أيضا صفر
لو عوضت ال H بزيرو راح يطلع فوق صفر وتحت صفر أيضا. طيب شو بتعمل؟ ضرب مرافق تحت عندي جذر، أضرب المرافق، مرافق الجذر التربيعي. فجذر تحت عندي جذر H تربيع زد H زائد 3 ناقص جذر H زائد 3، أضرب المرافق نفسه، نفس الحدود نفس كل شيء، بس السالب بيناتهم يصير إيش موجب، بضرب فوق وتحت طبعا. طيب أصبحت ليمت H تقترب من صفر H تربيع ضرب هذا كامل تقسيم. الآن بدي أحسب المرافق، قلنا كل جذر في الجذر بتربع وباخذ تحته، يعني شو باخذ؟ H تربيع زاد H زاد 3 ناقص كمان هذا جذر في جذر يا أخوان، بتربع الجذر وباخذ اللي تحته H زاد 3، بس ال H زاد 3 هاي بين قوسين لأنه في سالب عليها داخل كامل. كمل H تربيع في هذا كامل على على إيش؟ H تربيع زاد H زاد 3 ناقص H ناقص 3 داخل سالب داخل ناقص H ناقص 3. راح يصير اختصارات، راح يصير اختصارات H مع سالب H موجب 3 مع سالب 3 كله طار كله اختفى. شو صفت معك؟ بس H تربيع، بس ال H تربيع. وفوق شوف عندي H تربيع على حاله ما عمل منه، فوق H تربيع في هذا كامل، لكن ال H تربيع مع ال H تربيع شو؟ تم اختصاره. وشو صفه معك؟ عوض، عوض ال H بزيرو، جذر زيرو تربيع زائد زيرو زائد ثلاث، جذر الثلاث بطلع زائد جذر الزيرو زائد ثلاث برضو جذر الثلاث، جذر الثلاث زائد جذر الثلاث تحت واحد ما في إشي، H تربيع خسرناها ما كانها واحد، جذر ثلاث زائد جذر الثلاث بعطيك اثنين في جذر الثلاث بس. واضح يا شباب؟ طبعا هاي تمارين أخرى إكسرسايز إلك لازم تحلها. أول إكسرسايز نهاية X تقترب من ثلاثة، جذر X تربيع زائد 16 ناقص 5 على X تربيع ناقص 9. وسؤال ثاني، ليمت X تقترب من ثلاثة، X تربيع ناقص X ناقص 6 على جذر التربيع إلى X تكعيب ناقص 2 ناقص 5. هذول على ضرب المرافق، فيهم ضرب مرافق وبنفس الوقت فيهم إيش؟ فيهم تحليل، مرات تحتاج إنك تحلل. ففي بلاقي السؤال فيه فكرتين هون. ف نكتفي لحد هون لأنه طلع لنا جزء مش كبير إن شاء الله، بس بفضل نأخذه لحاله أحسن، اللي هو نهايات فيها ساين وكوساين، نهايات فيها ساين وكوساين والتان كيف نتعامل معها، نهايات فيها اقتران الدائرية، هذه إن شاء الله بنكملها في الحصة القادمة إن شاء الله عشان نأخذها براحتنا وما نستعجل فيها. تمام يا شباب؟ حضروا في الجروب واحد، وبعدين ان شاء الله المحاضره الجايه نكمل هذا الدرس نخلص معنا في اللي هي محاضره عفوا محاضره يوم الاثنين صح؟ يوم الاثنين من الساعه 1 من 8 الى 9 من الساعه 8 هي من الساعه 8 الى 8:50 هاي راح نعوض فيها خلاص ان شاء الله. شكرا لك ان شاء الله، بالتوفيق شباب، مع السلامه. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا دكتور، يعطيك العافيه، الله يعافيك، مع السلامه.